السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسهلا بكم أحبتي. هذا أخوكم ماجد من قناة ألعاب ماجد. اليوم راح نغير بجيشنا، لعبنا بهذا الجيش ومع تعويذة السم وغيرت فيه أنا شوية. راح أقول لكم شنو التغييرات اللي صارت فيه، لأن هذا ثاني جيش نلعب فيه. راح أخذ الزاب، الزاب راح ألعب بمكان الآرو، وأيضا راح أخذ المينيون هورد مكان المينيون جوبلين مكان عاد، لأن هذا يعني أقدر أستخدمه دفاع جوي. مكان الفارس راح أخذ البيكا، ومكان الويتش راح أخذ بيبي دراجون. طيب مكان الكانون لنا بيك يعني يرفع الاكسير، راح اخذ منتج مع الاكسير، وراح اخذ هوغ رايدر مكان الارشري. الان عندنا حتى لو احجم بالبيكا ويصدونا بالمليون هورد، عندي جوبلين هذا يشتغل بالجسمة، وعندي الدفاع الجوي وهذا يشتغل أيضا، والسم عندي 4 دفاعات جوية يعني باختصار، بس باقي التطوير مهم. راح أطور البوزن، لأن احنا يعني نستخدم البوزن. بالرغم من ان الاستراتيجية يعني هاي صالحة في ارينا المنطقة الخامسة والسادسة والسابعة اللي اني راح العب بيها منطقة متقدمة، حتى تشوفونها تشوفون مدى قوتها. وايضا الكسير ايضا على طاولة. في الجوبلين بعد، الجوبلين يريد 4000، ما عندي 4000، خلوه مثل ما هو. راح نبدي على بركة الله نلعب ونشوف تعويذة السم مشون ناجحة ويا هذا الجيش. بعدين راح نفتح الصناديق، مثلكم هي ناجحة مع ال أرينا 5 وأرينا 6 وأرينا هاي، لكن ماكو مانع من تجربته. أنا جاي ألعب بيها في المنطقة 10 15 وأخي والله 3600 كاس. أنا راح انتهي البرج ماله، ما اعتقد يصنع البرج. ما راح ياخذهم البرج مالي بكل سهولة. راح اروح على البرج الثاني. راح اخلي تعويذة السم تاخذ الساحرة كما يأثر على البرجي. زاب وراح ادفع بالهول مليون هول مليون جوبلين. ثلاثين
الان في وجود المنتج مالك سير وجود شايفين السم شلون مفيدة. راحت الهدمية واضحية بس ما استفاد الغاية ما خالص راح اروح كل وقتها تمام. هذا الانتصار الأول. شوف المنطقة اللي جاي يلعب فيها أنا 3600 الكوز الآن 3600 والجيش قلت لكم صالح للخامسة والسادسة والسابعة، رغم ذلك جاي أفوز بيه بالمنطقة يعني. يعني منطقة البلدة المخيفة الساحة 12 أنا يعني الجيش قوي كلش قوي صدقوني. ملعب الهجوم الثاني شوف هذا ليفل 10 وأنا ليفل 8 استخدم الجولدن تمام. استخدم الريك خلي يشحن. راح ادفع بال هوك رايدر حتى تصير قوة ضاربة ويا ال ويا البكاء وناخذ التاور. هالك سير يشحن الآن. أنا قاعد بالهجوم أحط لك سير أحط الفاكتري فاكتري قوية بالدفاع. أنا أحط البكاء وأحط الفوز هذا وراح أحط السم. هذا بعد مزيد ثاني الآن جماعة قوته هو أكبر مني من قوتي 30 قوته 10 ورغم ذلك أنا قامي بها you
دوخته طبعا. كيوت اقوى من يوم شفنا، ورغم ذلك انا فاميلي اذا ما طلع اخذنا البوكو ثاني وفزنا عليه. حتى دليكم يعني ازقيت قوية. اكو شغلة ثانية الان لعبت فزت بجست اثنين شايفين فضيات. افتح هذا وياكم، راح اقول شغلة مهمة بس تابعوني شوية. فزنا طيب، فزنا باثنين جست فضيات. راح اقول شغله، الجست القادم جست عملاق. يقولون شلون عرفت؟ اللي يريد يعرف شلون عرفت يبقى وياي الحلقه الجايه، اقولكم شلون اعرف ان الجست الجاي القادم عملاق راح ينزل. وصدقوني ما كذب، ولا راح نلعب واذا فزنا راح ينزل جست عملاق. يعني صديق الصناديق لها خارطة، ادش عليه من الموقع ويقول لك الصندوق الجاي شنو هو مالك. راح ادب الباكر يعني شو اسمه. شايفين فعالة شلون نزل من الهوس بس بالمنسم. أنا متقدم علينا هو بالبرج اللي على اليسار. راحت الكسير حتى ينشط الكسير مالي. لاعب العملاق راح اروح بهجوم انا طبعا، بس ثاني الاكسير يشحن. راح ارفع الفالكري ايضا وياه. وراح ارفع بالهوغ رايدر ايضا، وراح هجوم قوي. راح احط السم، من ينهار انتهت البرج راح ياخذهم. راح اقوم بالهجوم ثاني. خلي السم يساعدون. شايفين السم شلون ضعفهم وشلون مفيد. ياخذ الشحنة والبرد. خلي السم يساعدون. الان راح نروح في الاتاك في البرج الايسر.
الحيوان كريم، الحيوان حيوي هنا. رغم انه اقوى مني بس فاتفة. شفت التيست ما قلت لكم عملاق راح ينزل، نزل التيست عملاق. اللي يحب يعرف شلون دريت ان التيست عملاق راح ينزل يبقوا على الحلقة الجاية، وانا الان نبقوا ان شاء الله. كان هذا اللي عندي اليوم حبايبي، هذا اخوكم ماجد، تعالوني بالحلقة الجاية واعلمكم شلون تعرفون التيست القادم من وين، والطريقة المعرفة كل تشيست ينزل لك تبي تعرف. الحلقة الجاية بقى، هذا اخوكم ماجد، في امان الله.